كيف من السهل تقسيمي على مقام الكورد. بنوضح المقام، مستقر المقام اللي هو درجة الري في حركة صد رد، مثلا دوري 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 فا مي ري مي ري دوري 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 ري 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 ري. هيك عم يسمع المستمع صوت الري وعم يتحضر للقفلة على هذا الصوت. كل شوي لازم يسمع هذا الصوت دوري دوري فا مي ري مي ري دوري دوري. يعني فا مي فا مي فا مي، طبعا مي بيمول مي ري دو ري مي فا مي ري مي ري دوري. إذن المرحلة الأولى من التقسيم على مقام الكورد، أهم شيء إني أكد صوت المقام، مستقر المقام اللي هو درجة الري. إذن بعيد الاستهلال فا مي ري مي ري دوري دوري فا مي ري مي ري دو فا مي فا مي مي ري دو فا مي ري مي ري دوري. بتجول كمان خلال العلامات الثلاثة الأولى اللي هي الفا والمي والري. فامي 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 بريشة عادية بسيطة صد فامي 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 ميري 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 دو ري مي فا صن خط صل فامي ري فامي ري ميري دو ري. هذا كله مشان التنويع ضمن طبع المقام اللي هو أول ثلاث علامات ري مي بيمول فا، بالإضافة لإظهار صوت الري أكثر من مرة حتى يترسخ بأذن المستمع صوت مستقر المقام اللي هو درجة الري. بصعد درجة مثلا للا حتى أقفل القفلة الثانية لا صول فا مي ري دو ري مي فا صول فا مي ري فا مي ري مي ري كمان بدي اعمل قفلة ثالثة، لكن لازم اصعد اكتر، يعني اخذ علامة اضافية مثلا صول وراح اخذ لا. مثل ما كنتم ملاحظين عم باخذ لا قرار وجواب بالاضافة ل صوت الري. سي بيمول ضمن سلم الكورد. برجع بوقف على درجة الري. هلأ بستعرض كمان بعض المقامات الفرعية. مقام نهاوند على درجة الصول، يعني عم بوقف على درجة الصول، معناتها عم بلعب نهاوند على درجة الصول، لكن لازم ارجع اقفل على الفاميري اللي هو طبع الكورد. بلعب نهاوند وكأني عم بعمل تقسيمة نهاوند على درجة الصول. برجع بشكل تدريجي من النهاوند، جيت اخذت علامة الفا صول فا صول فا صول فا فا مي فا مي فا مي فا مي مي ري مي ري دو ري مي فا صول فا مي ري فا مي ري دو ري. هذا الهدف اللي هو رجعت له اللي هو صوت الري ري دو مي لا صول فا مي ري صول فا صول فا صول فا مي ري فا مي ري دو ري. طبعا العلامات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، في عدد لا نهائي من العلامات وتبديل العلامات ممكن اني اتبعه. بعدين بنتقل لجواب المقام. علامة الري جواب. كمان بوقف على درجة الري بنفس الطريقة ري مي بيمول فا مي بيمول ري
بعمل تحليات كليساند اللي هي من البي بيمول علامة الفقر. وبرجع رسمت سلم بالقفلي يعني ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا مي ري. طبعا فيني اعمل قفلي بالفرداش بصير مثل قفلة فريد تقريبا. عدد لا نهائي من القفلات. ممكن اظهر مقام تاني مثلا رست على درجة النواة يعني صول لا سي نصف بيمول دو سي لا وقف على درجة النواة هذا مقام رست لكن بدي ارجع نفس الكلام اللي حكينا ممكن العب راست وكأني بمقام راست وانتقل واستعرض اجناس الراست جيت اخذت السي بي مول تهيئة للعودة لمقام الكورد وقف الصول كأني عم بلعب نهوان رجعت على الفامي بيمول